السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بعد أيام قليلة قمنا بشرح ميزة رمز البين المزامنة لتسجيل الدخول إلى الدردشة على الماسنجر أو على رسائل الفيسبوك. كما تلاحظون هنا ظهرت لنا الرسالة تطلب منا أن نقوم بإدخال البين لأننا قمنا بتفعيل الميزة. هذه الميزة كما شرحنا من قبل وهي ميزة تساعد كثيرا على حماية الدردشة بين الطرفين أو حماية الدردشة الخاصة بك على الفيسبوك ماسنجر. يعني لا يمكن لأي شخص أن يقوم بالدخول إلى رسائل الخاص بك إلا إذا توفرت لديه كلمة السر. أنت وحدك الذي تمتلك كلمة السر الخاصة بك المكونة من 5 أرقام. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نشرح كيف نقوم بتعطيل هذه الميزة. لماذا؟ لأن هناك العديد من الأسئلة التي طرحت علي من طرف بعض الإخوة. عندما أريد أن أقوم بالدخول إلى ماسنجر يطلب مني إدخال كما قلنا البين، كذلك بالنسبة للرسائل الخاصة بالفيسبوك. الآن سوف نقوم بإدخال الكود. بعد ذلك تنتظر لبضع ثواني جاري التحقق من الرمز البين. ننتظر قليلا حتى يتم التحقق من البين الخاص بنا. لأسباب تتعلق بالأمان لن يظهر سجل الدردشة. هل تريد تذكر هذا المتصفح؟ يمكنك الوصول إلى سجل الدردشة تلقائيا عند استخدام هذا المتصفح. نقول له نعم. لاحظوا معي هنا هذه الرسالة. ممكن طريقة أو كيفية تعطيل ميزة رمز البين على الفيسبوك ماسنجر. كما تلاحظون هذه هي الرسالة التي توصلنا بها. الآن كيف نقوم بتعطيل الميزة؟ في العملية بسيطة جدا. فبالنسبة للطريقة يمكنك تعطيلها من خلال الذهاب إلى الدردشة الخاصة بالفيسبوك. كيف تعمل؟ يمكنك النقل على هذا الخيار، بعد ذلك تختار مثلا هنا الدردشة. كذلك هنا لديك مجموعة من الأمور. سوف تلاحظ هنا عرض التنبيهات الأمان، كذلك سوف تجد هنا الخصوصية والسلامة، تنقل عليه بهذا الشكل. بعد ذلك تذهب هنا إلى الدردشة المشفرة تماما بين الطرفين. سوف تجد هنا التخزين آمن قيد التشغيل، كذلك هنا التنبيهات الخاصة بعملية كما قلنا تسجيل الدخول. نحن سوف نذهب إلى الدردشة الخاصة بنا بهذا الشكل، نقوم بالأمر من خلال هذه النقط الثلاث. نذهب إلى النقط الثلاث، ننقل عليه بهذا الشكل، ثم نختار هنا الخصوصية والسلامة، ننقل عليه بهذا الشكل، ثم نذهب هنا إلى الدردشة المشفرة تماما بين الطرفين، ننقل عليها. سوف نجد أن التخزين آمن قيد التشغيل، يعني قمنا بتفعيل البين. هنا بعض التنبيهات، سوف نقوم بالنقل على هذا الخيار، ثم سوف تنبثق معنا هذه النافذة هنا الخاصة بالتخزين الآمن. هنا آخر نسخة، هنا يقول لك إعادة تعيين رمز البين في حالة ما إذا كنت تريد أن تقوم بتغيير كلمة السر الخاص به. هنا عملية تذكر المتصفح، أو هنا إنشاء رمز مكون من 40 حرفا. سوف يعطيك مجموعة من الأكواد. هنا التخزين بيانات التخزين الآمن إذا أردت أن تقوم بعملية مثلا أخذ نسخة احتياطية. هنا الإيقاف تشغيل التخزين الآمن، نقول عليه بهذا الشكل. هنا هل تريد إيقاف تشغيل التخزين الآمن؟ لن يتم حفظ النسخة الاحتياطية عن بعد من أي رسائل جديدة مشفرة تماما بين الطرفين. نقول هنا على عملية المتابعة. هنا يقول لك جاري التخزين الآمن متوقف كما تلاحظون إخواني الكرام. الآن حتى نتأكد من نجاح العملية سوف نقوم بالخطوة التالية. نذهب الآن نقوم بعملية تسجيل الخروج. قمنا الآن بعملية تسجيل الخروج. نقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بنا مرة أخرى حتى نتأكد من كما قلنا نجاح العملية. كما تلاحظون الآن إخواني الكرام، قمنا بعملية تسجيل الدخول بدون استخدام كما قلنا رمز البين أو شيء من هذا القبيل. حتى نتأكد نختار مثلا هذا الحساب، نقوم بفتح دردشة جديدة. هذه الطريقة لعملية إيقاف كما قلنا ميزة السلامة الخصوصية أو الرمز البين على حسابنا على الفيسبوك. هنا يمكنك أن تقوم بالدردشة مع الشخص الذي تريد.
بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. كما تلاحظون الآن، يمكنك الدردشة مع هذا أي شخص، مثلا هذا الشخص أيضا يمكنك الدردشة معه بدون مشاكل، بدون إدخال البين مرة أخرى. طريقة رائعة وسهلة جدا. هذه الطريقة لعملية إيقاف الدردشة بين الطرفين في حالة ما إذا أردت أن تقوم بالتراجع على الأمر أو تريد أن تقوم بحماية كما قلنا الرسائل الخاصة بك بين الطرفين. تنقل على هذه النقاط الثلاث، تذهب إلى السلامة والخصوصية، الدردشة المشفرة تماما، سوف تجد أنها متوقفة كما تلاحظون، فهي متوقفة، يمكنك النقل عليها بهذا الشكل لأجل عملية تفعيلها. فيفضل أن تقوم بتفعيل الميزة حتى كما تلاحظون معنا هنا، إذا أردت أن تقوم بحذف التخزين الآمن بالكامل، هنا ننقل على هذا الخيار من أجل عملية تسجيل الدخول أو إعادة تعيين كلمة كما قلنا البين. ثم ننتظر حتى يتم تسجيل الدخول. كما تلاحظون الآن، قد قمنا الآن بإعادة تعيين الباسورد الخاص بالبين أو كما قلنا الحساب الخاص بنا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة. إلى حلقات قادمة.